رجعنا من جديد في زون ميكس مواصلين حديثنا على مقابلة المنتخب الوطني التونسي ضد موريتانيا. نحكي على بعض النقاط الإيجابية في المنتخب التونسي. سي المنجم، النقاط الإيجابية نشوف فما استقرار في التشكيل الأساسية، فما تقريبا في آخر 3 مقابلات فما لاعبية شاركوا بانتظام تقريبا هما نفسهم، حاجة إيجابية ولا عنا عمود فقري في منتخبكم؟ هذه موجودة في العالم أجمع راهو. أنت تشوف بعد ساعات، أنت شوف ليفربول أنت يلعب 4-3 حتى ضد نامبورت كاليكيب، ووقت لي لعب في انجلترا يوم السبت ونهار ثلاثة عنده مباراة مهمة ضد بايرن في ميونيخ، ولعب بنفس الطريقة وبنفس الفريق وفاز في ميونيخ، فاز نهار السبت وفاز في ميونيخ. انا هذيك الحاجة راهو ماهوش سبور انديفيديوال، سي ان سبور كوليكتيف، يلزم اون ستابيليتي. دابور لا ستابيليتي يلزمها تبدا او نيفو ديفونسيف. اذا كان عندك اون ديفونس اكسبسيونيل ستابل، كما مالغري كو توا ما نجموش نحكموا على لا ستابيليتي دو نوتر ديفونس، بيسكو ما لعبناش ضد فرق عندهم مهاجمين. داير كامارا وقت اللي خرج نتاع الفريق موريتانيا ديجا سهل برشا امور، لان كان يضغط برشا على الدفاع نتاعنا، دونك سور بليسور خرج الملعب هذايا. لكن اليوم لا كونتينيتي في او نيفو دو ليكيب، ثم تغييرات توا جينيرالمون. كنت كي تلقى مدرب كيما سي مندر اليوم معمل على 8 ولا 9 جوارات تيتولير، معناها سور ينجم ثم التغييرات اللي يصير واللي باش يجي. فك التغييرات هذيك اللي تصير كيما سعد بقير توا يفا دوني لو بلوس، كيما سيف الدين الجزيري يفا دوني لو بلوس. لكن اليوم انا ما نلومش برشا على سي منظر كبير، انا كنا على سي وديع وكان مش انت، انا جو سوي تري بروش سي وديع، تري بروش سي با بار انتيري بور لانتيري دي فوتبول. الحمد لله يا ربي الناس تعرف ميسيرش قلت لا لا الحمد لله يا ربي لا لا جو سوي بروش سي كلكا. ايش نقول لك؟ جو مش عيب اسمع انت عايش تبرر هو يعرف لا 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 ثم برشا ناس. ايش نقول لك؟ انا كي قلت وقتها مشاكل هلال شبا، وانا مشيت بعد عبد الرزاق في حنبعل، وتحيه لعبد الرزاق وحنبعل، كي مشيت قال لي جبد لي على هلال شبا. قلت له انا باش نقول لك اون ديريكت توا سي عبد الرزاق، قلت له اذا كان هلال شبا ما تقعدش في البريمير ديفيزيون، انا نتخلى نهائيا على لي بلاتو سبورتيف. دونك والحمد لله ربي علاش، باسكو جو سي كو سالي ريفينير او كلوب بور لو فوت دي كلوب، باسكو لا فيفا نو سنت او ني لو تاس نو سنتيريس با او بروبليم انترن. كيما ما تخش التاس رجعتها موضوع كبير، ما تخش عندها لو بلوز امبورطون سي الشابه دخلت رجعت. لكن انا نقول علاش قول ما نمنش، لان شفنا التدوينه كما قالت اختي نعيمه سي وديع على بارابور على سي منظر كبير. انا لو شونجمون اللي نجم نعمله بارابور على سي منظر كبير في ليكيب ناسيونال سي لونتوراج نتاع سي منظر كبير. هذوما ناس بوتيتر يا دي جون يشيرش بلوس لور انتيري اي ليفيكسيون دو سي منظر كبير بور بروندر سا بلاس، وثما اللي يحسب يظلو. انا نقول اللي اليوم النتائج والعلاقه ما بين جوارات وسي منظر كبير سين ان حاجه خارقه العاده، وهذا اللي كي سي كي في لونترونور سي لي جوار. والانترونور شنو هو سيرتان مومون المهمه نتاعو؟ باسكو ان انترونور ناسيونال سو ني با ان انترونور دو كلوب، اي نو في با تو لي جور افيك لي جوار. واذا كان اليوم اون اكزيجون بارابور ا تيل او تيل جوار سي كون سي كي فا دوني لو بلوس. الحاجه اللي يلزمنا نحيو اللي المدرب التونسي دابور سي با ان بوكي ميسير و سي با ان بومبيي، مش كي تجي ما نلقى اليوم باش تلقى مدرب اجنبي سوا الي نول سوا الي تري شير. دونك توا او شوماج اعطيني شنو هو اللي غير كيروس بارابور على ليكيب المصريه كان سجلت الهدف اللي الفريق الليبي تشوف حاجه. تقول لك ليشير سي المنجي ها نهار كنا نتبشحوا بميشيل كيروس جاب عمر مرموش اللي هو مارك البارح وصلاح مرموش. لا يعني سي المنجي يعني نقول لك هذا حاجه هذه لا المدرب الاجنبي. سامحني فقط قول لي ليشير ها نهار كنا نتبشحوا نحن ميزانيه الجامعه ولات كذا ايش المشكل كي نحطوا على مدرب باهي معناه؟ الميزانيه قبل ما يجي سي منظر كبير الميزانيه كانت موجوده اكثر من هكا، علاش ما خذاوش مدرب قبل سي منظر كبير؟ انا علاش نجي هكا لاني ندافع سي منظر كبير يدافع على نفسه. سي منظر اول حاجه خدا سمعه ستاتو اكستراوردينير، معناها لي بي دي غولف باش يخمو على سي منظر كبير، هذه خذها قاعده. دونك ني با بيردون سي منظر كبير في الحكايه هذه. انا قلت سامبلومون علاش لو بودجي الي لا الي اكزيست لو بودجي، علاش في التصفيات هذوما ما خذيتش مدرب اجنبي؟ دونك علاش اليوم المدرب اجنبي يجي باش يلقى ما شاء الله فريق بوتيتر الاداء دو سيرتان ولا حاجه، ك ثم ناس ماهمش فرحانين
لكن اليوم شنو اللي في غير مدرب اجنبي اليوم بتتر هاو قاعدين في صفاقس نشوفوا الشيء اللي قاعد صاير. اذا كان تجيب اليوم تي فاي يوتيليزي سي منظر كبير كبوكي ميسير عيب، لان اليوم في الفريق الوطني التونسي في الدوري التونسي اليوم ما تنساش حاجه اللي لا كومبليمونتاريتي انتر لي ليني انتر لي جوور سي منظر كبير اليوم لاول مره تصير في تاريخ تونس. اوكان جوور نيفولو دون لو شامبيونا تونيزيا اوكان صحيح ولا لا؟ ابار بالرمضان اللي تي رومبلاسون في ليكيب ناسيونال وفاروق بن مصطفى اللي رومبلاسون ليسبيرونس سبورتيف دو تونس. دونك اليوم اذا كان عندك اليوم الامكانيات و تو اي سور اوني جامي سور دون الفوتبول تو اي سور اللي الفريق باش يجي ها اليغري رجع لجوفنتوس. جوفنتوس هي 14 ولا 15 سامحني اختي نعيم 14 ولا 15 كلاسمون في الشامبيونان نتاع ديتالي معناها بور تو دير كو سي با سا كي فا كو. انا نقول لك سي تو لا سيرتيتود اللي يورا اي بورا يافوار دي شانجمون او سان دو ليكيب. انت شنو هو تعمل؟ شنو الجوالات اللي عندك؟ انت اليوم تونس الدوا بونسي ا سا وعندي عامين وثلاثه نقولها الدوا بونسي ا ناتوراليزي ان افونسونتر دو ميتيي دو نيفو انترناسيونال. تنجم تدور برشا بلدان وتنجم تلقى البلدان العالم الكل تعمل فيه الشيء هذايا. انا نحب حاجه بركة سي كو منظر كبير نو دوا با اتر لو بوك ايميسير اي اون ميم تون اون نو دوا با اتر ان غرا. علاش؟ يكاليفي ليكيب بور لا كوب دو موند ان شاء الله ومن بعد بور لا كوب دي موند نحيوها. سي ان سكاندال سي ان سكاندال. شو راه كل شيء ممكن. نيجي نقول لك حاجه العلاقه بركه العلاقه ما بين المدرب واللاعبين راه ما نجموش نقيسوها توا. وقت تبدا العلاقه وقت تبدا النتائج ايجابيه 99% من الحالات تبدا العلاقه ممتازه. وقتاش تقيس العلاقه ما بين المدرب واللاعبين وقت يبدا ثم طونسيون ثم نتائج سلبيه وقت اللي يبدا ثم لعبيه ما يلعبوش ولي رومبلاسون جينيرالمون هما اللي يخلقوا المشاكل واللي تطلع الشراره الاولى منهم هما. وقت المنتخب توا قاعد يربح وعامل 9 نقاط ما نتصورش كان باش تصير مشاكل ما بين حتى الملاعب اللي مش قاعد يلعب باش يقبل الوضع لانه ما نجمش يناقش المدرب. خلينا نسالك سي واجدي هنا من نقاط ايجابيه كيف كيف في المقابله صحيح ضيعنا برشا لكن كمان ما تنجمش تلوم مدرب وقت اللي خلقنا برشا فرص. صحيح خلقنا فرص مع صحيح ما احنا ما نجمش نكونوا راهو معناها نمحيو يعني دور المدرب ولا ما نجمش نكونوا يعني سلبيين 100% ما مش معقول كما قلت لك من الاول احنا باش نعملوا نقد يعني الايجابيات والسلبيات. اظن المنافسين اللي لعبنا معاهم من اضعف ما ثم بصراحه ضعاف يعني فريق موريتانيا معناها من كيماش كبير وكل شيء وقبل ثلاثه معناها خلي كان خرج ولعب لنا كوره وكل شيء. الفريق هذا ضعيف ما عندهمش مع التمركز نتاعهم غلط لينيمون نتاعهم غلط مساكن يعني في بعض الاحيان يتعبوا حتى كي يفوقوا كوره ما عادش ينجموا يخرجوا بها يعني عندهم مشاكل كبيره برشا. فريق ضعيف والدليل على ذلك هو الاخراني في الكلاسمون في الكلاسمون نتاع البول تاعنا. دونك فريق ضعيف هذا اكيد باش ما تخلقش فرص ضد الفريق هذا وقتاش بنخلقوهم فهمني وقتاش بنخلقوهم. نتصور انه الفريق نتاعنا انا المره الاخرى قبيله جبت على المقياس الوحيد بالنسبه لي انا هو منتخب الجزائر مباراه مع منتخب الجزائر مش خاطر خسرنا على خاطر تو القدام باش نلعبوا مباراه الحاسمه الاخرانيه وان شاء الله كان ترشحوا نمشيو كاس العالم باش نلعبوا مع دي كاليبر كبار برشا. انا نحب الحاجات اللي حبيت نشوفها في الماتش هذا حبيت نشوف المنتخب نتاعنا مثلا مش حتى في الماتش هذا مش تكون نلعبوا نسجلوا على هجمه سريعه لانه هذا باش يكون الطبع نتاعنا كان مشينا كوب دي موند مثلا تمنيت نركيو بالكرات الثابته لانه هذا السلاح نتاعنا كان نمشيو لكاس العالم. هذا من الحاجات اللي يتبعوا يلزم المنتخب المدرب يعمل البصمه نتاعو ويعمل طابع للفريق وانه فريق يعتمد على الهجمه السريعه وفريق يعتمد على الكرات الثابته اللي هذا باش يكونوا سلاحنا وقت اللي باش نلعبوا ضد فرق قويين كان لعبنا ضد الجزائر وكنا متمكنين من الحاجتين هذم راهو كنا نجموا نتعبوا الجزائر اكثر من اللي عملناه. صحيح. فقط في اقل من دقيقه نعيمة عندي الاخبار حصيله الكبير لحد الان رغم الكلام 18 ماتش 13 فوز 3 تعادلات 2 هزائم سجلنا 31 وقبلنا 10 اهداف حصيله محترمه جدا. حصيله محترمه جدا يعني ارقام اللي تحكم عليه المدرب. صحيح مش متفق عليه نجم نقولوا نحن الشعب التونسي يقول لك منظر الكبير ماهوش في قيمه المنتخب التونسي باللاعبين الموجودين لكن زاد كي تجي تقول لي حتى من رئيس الجامعه ولا يشكك في قيمه المنظر الكبير حاليا بعد النتائج هذه الكل انا زاد نقول نقطه استفهام كبيره وانا نراها ان جراتيتود كما قال سي المونجي مش توا انا نبدل كنت نجم نبدله قبل كان فما نتائج خايبه قبل كانت تنجم في مقابله بعد مقابله الجزائر انت بعد مقابله
الجزائر، كتبت الساتيو وحميته. انا بالنسبه لي انا هذايا اونتر بارونتيز حاجه خايبه برشا للمدرب التونسي، لانه بعد لي ريزولتا هذوما وبعد لي ستاتستيك هذوما نتاعو تجي تقول له شكر الله سعيكم، راه حاجه خايبه للمدرب التونسي حتى في 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 البرا يعني، وماهيش ماهيش باهيه ماهيش باهيه. انا نتصور مش في غير مدرب سهيل، استمعي في الاخبار وبعد مكملين نحكيو على مقابله القادمه منتخبنا.